باشمهندس عدلي، انت من 65 تقريبا 64 او من 64 لغايه نقول 76 تقريبا في تنس الطاوله. لا لحد، لا قول لي بقى لحد 75 قبل ما اسافر كندا، قبل ما انا اتولد. ما اعرفش قبل ما تتولد. والحمد لله بنينا فرقه وعملنا ملاعب وبتاع. لا الكلمه اللي حصل رجال يعني في تنس الطاوله كانت عائلات. طب انا احكي لك، انا لو احكي لك الملعب بتاع تنس الطاوله اتعمل ازاي، كان لازم اترفد فيها. انت اللي تترفد كمدير انا اترفد. الفرقه بتتمرن في مركز الشباب مره، في نادي الجزيره، مفيش ملعب، مفيش ملعب. والفرقه عناصرها كلها مشيت ما عدا العائله اللي بقول لك، عائله عبد الرحمن فندم المكونه في السيدات، وعائله الدرويش وعز في الرجال. في الرجال جلال عز ومجد عز ومدحت ابو فتوح ودرويش، ادي هم دول بعض. ف مفيش ملعب. وكان في زي التنس مثلا لازم تبقى بالبوينتس، يعني البطل طول السنه ياخد بناط وفي الاخر يقولوا مين آخر رقم السنة. واحد دول يبقوا في المنتخب بالبناط. اوكي. فكان لازم نشترك في كل البطولات عشان ياخدوا بناط. ايوه. اقدم بطوله واعرق بطوله كانت بطوله النادي الاهلي، قعدت 3 سنين ما تتعملش، مفيش ملعب. فانا ماشي كده قبل البطوله بشهرين جالنا الجواب. ماشي كده لقيت اوضه امين شعير مدير النادي رحمه الله عليه. هي كانت فين؟ مكان صاله راتب الحاليه، مكان اللي فيه اداره النشاط، اللي هي من عند باب المعلمين على الشمال، اللي فيه اداره النشاط دلوقتي الشرقيه الشرق وغرب، عند باب المعلمين. عند باب المعلمين هو قاعد هناك. يفتح بابه كان يخش على صاله راتب دي، اللي هي صاله راتب دلوقتي. لا ده مبنى راتب، ده مبنى كله. انما الصاله دي كان اسمها صاله راتب اللي فيها الصالون دلوقتي. اللي فيه بنك مصر. فانا رحت اعمل ايه؟ ببص كده بفتح الباب لقيت اوضه مهجوره كلها عنكبوت. البلاط عامل كده، وبار قديم محطوط مهجور. والمقفوله لان كان افتتحوا الكلاب هاوس الجديد. طب الاوضه دي ايه؟ والله. وبعدين ايه؟ كان زمان ما فيش اداره هندسيه ولا بتاع، كان في عم مجاهد ده. ده راجل كان مقاول، يقعدوا يقولوا له نظف لنا ابن الحيطه دي، بلط دي. قلت له عم مجاهد، قال لي ايه؟ قلت له انا عايز بكره الصبح اجي الاقيك شايل البلاط والبار ده. تقدر تعملها؟ بس عايز الصبح اجي الاقي الدنيا فاضيه. جيت الصبح لقيت الدنيا مقلوبه، امين شعير بيدور عليا والفريق مرتجي وكمال حافظ. تعالى في المجلس. رحت لقيتهم قاعدين. انت قلت العم مجاهد يكسر البلاط والبار بتاع صاله راتب. قلت لهم امين شعير يقول لي انت فاكر نفسك في عزبه؟ انت فاكر نفسك؟ فانا اعملها وانا مش فاكر انها هتبقى مشكله. ما هتتكسر لازم تتبلط. ما تتبلط واعمل البطوله بعدين، اعملوها زي ما انتوا عايزين. ترجعوها تاني صاله راتب زي ما انتوا عايزين، تدوها لنا. فبصيت قلت له سياده الفريق، هو انا ممكن تاجله حسابي ده بس نبلط الصاله دي، لاني لازم ارد على اتحاد تنس الطاوله اقول له ان انا مستضيف في البطوله. وحكيت له بقى الرانكينج والبطولات ومش عارف ايه. راح باصص لكمال حافظ وميتين بالضحك الاثنين. قالوا لي يا ابني انت بتتصرف انت على مزاجك. يا امين بلط الصاله بعدين نشوف هنعمل ايه مع الراجل ده. سلام. يا سلام. والله العظيم. واتبلطت الصاله وعملنا البطوله واستأنفنا، وكانت التصرف ده سبب ان بقى عندنا فرق، لان بقت صاله تنس طاوله طلعت الناشئين والناشئات بعد كده اللي بقى قوام النادي. احنا نقلنا بعد كده لما بنينا لما بنينا حمام السباحه في مدينه نصر، كان تحتيه 5000 متر. عملنا جزء لتنس الطاوله، جزء للجيم. جيت كنت بفكر انها تبقى، كنت انا مدير النادي، انها تبقى العاب. طلع ان الارتفاعات ما تنفعش. قلت دي صاله نموذجيه للجيم للجيم جزء جيم وجزء الصاله دي لحد النهارده موجوده، وطلعت كل الابطال. قال عصر وقال المشرف وقال الدولاتلي وقال وهي دي الموجوده، وهنا جوده. ونقلنا تنس الطاوله هناك وبدا المشوار ده. والحمد لله.